FM. الكلمة ليك. كابوتشينو. وزنا معكم في كابوتشينو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. الانترفيو مع سي جمال الدين العويددي، وهو خبير اقتصادي وصناعي وناشط سياسي كنجم نقول. مرحبا بك سي جمال. اكيد باش نحكي وضع الاقتصادي في تونس وقانون المصالحه ولا اموال المهربه وسقطو 600 مليار اللي حكي عليها محافظ البنك المركزي الشادلي العياري، اللي يقول لي هناك المبلغ هذا في اجراء الحط المدني وصل 600 مليار. والحديث أكثر في وسائل الإعلام عند المختصين، وسفيان زيد يوضح أكثر على شركة سيباكس إيرلاينز. فوالا احنا توا سي جمال الدين العويديدي اللي هو نقدمه أستاذ جامعي قال هنا في نابل، وأون ميم تو هو ناشط في التحالف الديمقراطي ومختص منذ مدة، عنده متابعة دقيقة ولصيقة في عديد الدوسيات تنثيرها في أبانها حول خاصة زاد لاكورد أسوسيسيون مع لونيون أوروبيان. لكن خلينا نبداو من الآخر. احنا كنا نحكيو على تصريح السيد محافظ البنك المركزي على معناها قانون 95 تاع انقاذ مؤسسات تتمر بصعوبات اقتصادية، وكان يشرع انه سيفاكس لاينز اليوم باش يسمحوهم في 20 مليار اللي تسلم لاس ان دي بي بدون حتى دي كليونس دو غارونتي ولا حاجات كيما هكا. وكما قال لك نزار، معناها هل انه اليوم القانون مجعول للتغطية على بعض الهنات؟ شكرا في البداية على الاستضافة وشكرا للكاب اف ام. فعلا هو قانون 95-34 يبقى حسب اعتقادنا اللي هو تعمل خصيصا معناها لإنقاذ المؤسسات اللي تمر بصعوبات، خاصة في إطار اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو كان نوع من ربما التحذير للإحاطة بالمؤسسات قبل ما تضر. نحن نعرف تقريبا في العشرين سنة اللي مرت أصبح معناها كما الغرفة اللي تصير فيها ربما بطرق ملتوية تنظيف بعض المؤسسات، غرفة سوداء هذه، غرفة سوداء. وكان من الأجدر معناها تفتح الملف القانون هذا، لأنه فيه أموال كبيرة ياسر معناها اللي تمت الإحاطة معناها إطاحتها معناها فيها معناها نسبة يمكن قليلة جدا اللي ربما مشات لمؤسسات في حقها، ولكن الأكثرية ما كانش، لأنه للواد دو سوفتاج دي زونتربريز اون ديفيكولتي موجود في الكود فرونسي الكود كوميرسيال. لا هو موجود فوالا، لكن تدخل أنت استعملها كان اعتباطي على تيت دو كليون. لا أكيد أكيد كان يعني فيما يخص سي فاكس اكتوالمون. طيب يقول لك لاس ان دي بي تحب منه راجل يجي 20 مليار وتوا عداوا على القانون هذا. وسمعنا السيد محافظ البنك المركزي قبل، كان انا قلت له نزار كان سي محمد درنيمه وقت بوليبه يحضر في مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي وبلوت التوزيع، يعني يقول لك اللي يمر بصعوبات اقتصاديه ان نمسحوا له الكريون تابوندون دي كريون. والله في الحقيقه هو ملف سيفاكس معناها ايرلاينز، يعني بدون حتى معناها مش مس في في الاشخاص ولا في جهات، ولكن انا شخصيا يذكرني في خليفه اللي صارت في الجزائر، واللي هي معناها كانت يعني شركه من خرجت من عدم، ونعرف مآلها في اخر المطاف، وانه المسؤول عليها اليوم في السجن في الجزائر. الحقيقه المؤسسه هذه تكونت بسرعه رهيبه ودخلت للبورصه بطريقه غير قانونيه كذلك، لانه القانون يشرط انه على الاقل فما ثلاثه معناها موازنات ماليه الى اربعه موازنات ماليه، ولسبب رئيسي هو انه المواطن ولا اي جهه معناها باش تدخر ولا باش تستثمر في الاسهم هذه لها الحق معناها باش تعرف مآلها الشركه وكيفاش تكونت وشنو الاموال اللي فيها، وكذلك البزنس بلان تاعها والمخطط تاعها معناها للتنميه حتى يكون على بينه من ذلك. هذا كله ما صارش، لانه تقريبا هذا مش موجود من قبل باش نتبينوا فيه التواسي. انا حسب رايي معناها من ربما القلائل النادره اللي دخلت للبورصه بالطريقه هذه، كانت في عهد معناها ترايكا في عهد سي حمد. هل هذا كان حسب رايك وزيد سفين لخدمه اغراض سياسيه يدخل ساعه يخدم لنا اهدافنا بعد يا من عاش تنسلك الامور؟ والله انا شخصيا ما نحبش ندخل في السجلات السياسيه، ولكن معناها ما احنا ملزومين باش نقولوا الواقعيه والحقيقه ايضا في اللي هو هذا اللي هو
وجوده في الوقت الحاضر ك نائب على حركة النهضة ثم علاقة يعني واضحة وظن أنه ثم اتفاقات سرية بين النهضة والنداء باش ما يمثلوش مسائل كما هكا ثم أكيد ثم هو اللي صار هو عملية ترويض معناها النهضة إلى أن تصبح معناها الله يبارك ثم دوسي يخرج الجمعة اللي فاتت زميلتنا جنات بن عبد الله وزيرة الصحافة عملت لك انترفيو مهمة قلت أنت تعليق تحسيب تسريب العجز التجاري خطيرة وقلت ثم حتى تدليس في الأرقام يعني استعملت أنت قلت بمثابة التدليس هو عندما تتقدم الموازنات نتاع البلاد بطريقة اللي هي تغض الطرف على تقريب 7 إلى 8 مليار دينار في السنة هذا يصبح تدليس شو ما 7 8 مليار دينار في السنة في الحقيقة احنا نذكره بسرعة أنه النظام اللي موجود في تونس بالنسبة للميزان التجاري عندنا نظامين نظام ما يسميه الإدارة التونسية هو النظام العام اللي يخص الشركات المقيمة في تونس واللي تنشط في السوق المحلي أو للتصدير معناها الكلي أو لتصدير جزئي يعني هذه الكل يدخلوا في النظام المحلي وهي شركات تقبع معناها لقانون الصرف في تونس في الطرف الآخر هي شركات الغير مقيمة والمصدرة كليا يعني هذا الفرق بيناتهم توتال اكسبورتاتيس الشركات هذه ما تمتثلش لقانون الصرف سواء في التوريد يعني ما تخلصش يعني ما تدفعش مقابل التوريد متاعها في نفس الوقت وقت اللي تصدر ما هيش ملزمة باش تجيب التصدير متاعها معناها المردود متاع التصدير لتونس مرعنا اللي في تونس معناها انهم يحتسبوا في العمليات هذه اللي هي تقريبا انديكاتيف معناها اما دخلوها في القانون المالية كمان نعم دخلوها في القانون المالية لا شو اللي دخلوها معناها اللي هي مثال اذا كانت تتعامل في السوق المحلية لا هذا موضوع ثاني هذا سي صوفيا موضوع ثاني هو في احتساب الميزان التجاري اذا نحسبوا معناها الريجيم جنرال اللي هو النظام العام نلقاو العجز التجاري الحقيقي واللي هذا معناه اللي صار تقريبا في حدود 20.4 مليار في سنه 2014 في حدود قد ايش سمحنا 20.4 مليار هذا سنه 2014 مش مليار دينار تاك اي مليار دينار اي مليار دينار 20 20 الف مليار يعني ولا 20 يعني 75% من الميزانيه ونسبه ب 25% من الناتج الاجمالي الخام يعني رقم مهول وهذا معناها يعني 25% دو بي بي و 75% من الميزانيه تاع الدوله 20.4 مليار دينار كمان ايوه احنا تقريبا الميزانيه كونسيديرابل كونسيدر الميزانيه 27000 مليار يعني 27 مليار ايوه 27000 والاخرى 20400 ايوه ربما ثلاثه معناها النقاط الاساسيه اللي تخلي معناها الحكومات المدوله من تقريبا 30 سنه سي سفيان هي اولا تقليص من العجز الحقيقي متاع التجاري في تونس وهذا ربما يعطي معناها صورة أنا تكلمت مع قليل نذكر الاسم مع سيرافي المد في الموضوع ناقشنا تقريبا أكثر من ساعة واعترف بذلك طبعا ويقول لي ربما لتجميل شوية الصورة باش ما تكونش معناها باش ما تظهرش كاتاستروفيك الوضع متاع العجز سكوليتيك يعني بصفة معناها واضحة إن شاء الله نوريكم معناها الدياجرام تشوفوا معناها لهم هذا معناه من جهة الجهة الثانية هو ما يظهرش اللي القطاعات التونسية ضرت إلى درجة كبيرة لأنه كي ندخلوا القطاع متاع الشركات الغير مقيمة يصبح مثلا التكستيل اكسيدونتير والكويري شوسيور اكسيدونتير وعندنا طبعا الفوسفات هو القطاع الوحيد اللي هو ريالمون اكسيدونتير وتقريب الإلكترونيك أيضا يولي اكسيدونتير كيف النحيو والرجيم أوفشور هذوما كلهم يوليوا ديفيسيتير التكستيل مثلا في تونس توا في الوقت الحاضر ديفيسيتير دو 601 مليار تقريبا 601 مليون دو دينار في العام الكويري شوسيور تقريبا 117 مليون دينار هذا واقع البلاد واحنا نعرفوا مش معناها التكستيل في الثمانينات الى غير ذلك كان يصدر وكان يدخل معناها في عمله صعبه اليوم اصبح معناها ديفيسيتير من غير ما ناخذ بعين الاعتبار اما الظاهره ما تمسك تونس نعم تمس المغرب تمس كوريا الجنوبيه تمس عديد البلدان اللي خدمت في التكستيل في السبعينات والثمانينات لا نفس مش نفس الشيء سي سفيان مش نفس الدرجه مش نفس الدرجه حتى كليز انترناسيونال دو تكستيل موجود لا مش هذا مش هذا السبب انا حسب اعتقادي هو لا كونكيرونس دي لويال اللي صايره معنا المنافسه الغير معنا اللي صايره توا وخاصه 30% المنافسه وين في الداخل معناها؟ في الداخل من السوق الموازي منين؟ السوق الموازي اللي هو غايب على اغلبيه الخبراء بطريقة يعني متعمدة وغير متعمدة هو مسألة الشركات اللي معناها مصدرة كليا واللي هي في تونس
وعطاوها الحق باش، وهذا نرجع للموضوع اللي اثرت قبيله سي سفيان، عطاوها الحق باش تبيع تقريبا 30% بدون مراقب، لانه تعرف اللي ثم معناها ديواني فقط معناها هو اللي يراقب الشركات هذه بدون مراقبه. نحن نعرفوا تقريبا من 15 سنه انه ثم تسربات من الشركات هذه، وهي معناها الاساس نتاع التجاره الموازيه في تونس. وانت قلت انه قانون 2015 زاد كسر القانون المالي 2015، زاد عمق المساله في هذا، بما انه زاد المستوى 50%. ايوه زادها من 30 الى 50%. تمام. هل هذا متعامل به في بلدان اخرى؟ لا استحيل. إذا كان شركة معناها مصدرة كليا لازم تبقى في الوضع هذا. علاش؟ لأنه مثلا يعني هي توتال مون اكسبورتاتريس، واليوم قانون مالية 2015 يسمح لها ديكول مون تاع 50% من المنتوج بتاعها في خرق، معناها في خرق لقانون المنافسة. ما شيء ما أخذك على السيد محافظ بنك الملك، شو حقه يقول؟ أولا هو الاعتراف بالحق فضيلة، معناها يلزمنا نعترفوا بهالمعضلة هذه اللي موجودة، وهي معناها نوع من كل الحكومات اللي تداولت في البلاد كلهم يفيقوا بالعمليه ولكن ما يحبوش يتكلموا. يتفيوا الضوء. الاعتراف وحده لا يكفي. الاعتراف ثم الاهم معناها من هذا حسب اعتقادي هو انه الجهات اللي تتعامل مع تونس وصندوق النقد الدولي، وانا مثلا تكلمت مع ممثل للبنك الدولي في تونس وتهرب من الموضوع وجاوبني، وهنا نحب نرجع للمشكله معناها مهمه جدا، هو انه قال لي هذا مساله لي ناس احنا خاطئين. واحنا نذكروا سي سفيان انه في الازمه العميقه معناها المعهد الوطني للاحصاء، هذا بالنسبه لي ايوه أرقام. بالنسبه لي هو الارقام وتهم معناها هذا مسالكم مسالتكم الخاصه والداخليه. وانا احب نذكر انه في الازمه اليونانيه الكبرى اللي صارت، نذكر في 2009 كانوا مخبين تقريبا نص نتاع العجز نتاع الميزانيه اللي كان تقريبا في 12.7 ويقدموا فيها بانه ب6، وان وقت اللي جات الحكومه نتاع الاشتراكيين البازوك وفاقوا بالعمليه واللي هي داخله فيها بنك جولدن ساكس الامريكيه، كانت تعطي فيه في اموال يعني بطريقه ملتويه، وما ظهرش اللي هو الميزانيه معناها في 12.7. عندما اكتشفوا معناها العمليه هذه الخدعه قامت الازمه معناها وتعمقت، ولكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي معناها كما يقولوا نفضوا ديهم المسؤوليه وقالوا هذه معناها مسائلكم الخاصه والاداريه. فاليوم احنا مطالبين كاختصاصيين وكان شاء الله وسائل الاعلام، وانا نحب بالمناسبه معناها نشكركم على انكم معناها اثرتوا على الموضوع هذا كصحفيين وككافيم، لانه مساله في غايه الاهميه، واحنا نحب نبلغوا معناها معناها للجهات هذه الرسميه الاتحاد الاوروبي وكذلك صندوق النقد الدولي انه المعطيات معناها مغلوطه وهم يعرفوا كذلك، ولكن نحبوا نشاهدهم انه علموا انه تحكي انت على الترويكا الاوروبيه وقت يتعاملوا مع اليونان قالوا لهم لازم تلائموا منظومه الاحصائيات نتاعكم مع المعايير الدوليه، واحنا حتى اتفاق شراكه مع الاتحاد الاوروبي يطلب ملائمه منظومه الاحصائيات، منظومه الاحصائيات في تونس في واد والواقع في واد، وهذا الشيء يخلي كما تقول انت يدلسوا حتى المسؤولين الأقارب. والاخطر من هذا انه يعرفوا اللي هو ما مدلس، ولكن عندما يكون في صالحهم ما يحبوش معناها فوالا دونك يعملوا ما يسمى تصحيح الاجراءات. جايين سفيان كان تسمح بعد الاخبار معك سي جمال الدين عويديدي باش نحكيو اكثر على هذا الموضوع غير هائم المواضيع. نمشيو الاخبار وراجعين. مرحبا بكم في كابوتشينو. كابوتشينو رجعنا معكم في كابتشينو. ورغب علامة قال يا ريت، هالكلمة هذه نجموا نقولوها بعد ما تصير قانون المصالحة، نقولوا يا ريت ما صارش ولا الحمد لله كي صارت. شنو هي النتائج المتوقعة يعني لون تيرم ولا موين تيرم من القانون المصالحة هذه؟ كي نسامحوا شركات في قروضات كبيرة تسوى مليارات، شنو هي النتائج الإيجابية اللي تنجم تصير للدولة وعلى الشعب التونسي والمواطن، وشنو هي الآثار السلبية سي جمال؟ والله من منظور متاعي انا الحقيقه نشوف ثم مغالطه كبرى. احنا نتذكروا مثلا في عهد بن علي كان معناها الامن في الاوج متاعه، وكان معناها امكانيات الاستثمار موجوده، وكانت الناس يعني تشتغل بطريقه عاديه معناها ما ثماش شكون يجي الراجل اعمال يحب يستثمر يقولوا له ما تستثمرش. ولكن في الحقيقه ما ثماش استثمار، وخاصه في الجهات المحرومه الى غيره الداخليه. اليوم ولينا نتكلموا انه اذا كان يستقر الامن واذا كان ما ثماش ضربات الى غير ذلك يصير، وانا كصناعي معناها نتكلم بالطريقه هذه، لانه انا الحقيقه ثم عمق كبير لعدم وجود استثمار في تونس، وانا نعتبر اللي قاعد يصير توا هي مغالطه بما فيه قانون المصالحه. هو حسب اعتقادي مغالطه كبرى
هي حسب اعتقادي وانا اقولها بكل صراحه هي صفقه معناها واضحه وضوح الشمس بين معناها احزاب في السلطه ولا ربما معناها وصلت الى السلطه من 2011 حتى لتوا. بين من ومن؟ بين الاحزاب ومن؟ بين اغلب الاحزاب الحزبين الكبيرين معناها بصفه واضحه معناها وهم متفقين على ذلك. حسب اعتقادي اكثر منها معناها وسيله للاستثمار لانه الاستثمار هو مخطط تعمله الدوله ماهوش حكر معناها على رجل الاعمال ورجل الاعمال هو يكون معناها عنصر من العناصر اللي باش تدخل في منظومه كامله وفي تخطيط نتاع الدوله ماهيش مثلا نتاع من جهه معناها معينه باش تمن على البلاد انه تشغل اولاد تونس. انا حسب اعتقادي هذه مغالطه كبرى. متفقين معك انه انت تقول الاحزاب اللي حكمت الكل توا انت نشأت في التحالف الديمقراطي، التحالف الديمقراطي صوته التو هالنهارين في حكايات الثروات الوطنيه كذلك وينو بترول، علاش قبل ما كانش؟ لا كان يعني هل انه البترول قبل ما كانوش فايقين به كي جات حكومه جديده فاقوا لي؟ لا سي سفيان الحقيقه خاطر البترول كان ثماش. لا سي سفيان الحقيقه سي شفيق زرقاين اللي هو عضو عضو التحالف الديمقراطي وهو كان رئيس عضو لجنه الطاقه في كان معناها استبسل في الدفاع معناها وخاصه في الفصل 16 من الدستور وهذا يعني اما وقتها ديجا وقع ديفليكسيون داخل بين النهضه وبين حلفكم على الحكايه هذه. لا اظن انا ما نتصورش فما تلاقي. انا التحقت بالحزب تقريبا في 2015. لا يعني بقى اختلاف جوستومون على النقطه هذيك. لا طبعا معناها الاختلاف واضح. وبالنسبه للقانون انت تو استعملت كلمه قلت بالنسبه لقانون المصالحه تعتبروا معناها ثم مغالطه للشعب التونسي فيه؟ انا حقيقه نراها مغالطه. حسب رايك ما ينجمش تصير المصالحه ولا خاطر العداله الانتقاليه توصل للمصالحه لكن عبر المصالحه والمساءله وغيره. هو معناها عندما نتكلموا على المصالحه بالطريقه اللي تبسط في الوقت الحاضر انا حسب اعتقادي هي مغالطه. لانه الحقيقه هو ثم قانون في تونس ولا الميزه نتاع تونس انه لديها قوانين انه كل ما تعدى على مثلا ثروات وطنيه او ملك عمومي الى غير ذلك ثم قانون يعني واضح حتى بدون مصالحه وبدون ديك ساعات القوانين. لا هما في قانون المصالحه قالوا استثناوا حاجتين اللي هي الالتشاء ونشوه الالتشاء واللي هي الاستيلاء على الملك العمومي لكن قالوا اللي شفت انت اللي تروى شفت اللي حطوه يعني ويقول لك في تجربة الدول المقارنة نتاع المصالحة معناها العدالة الانتقالية قل ما تناولوا المسائل الاقتصادية تناولوا أكثر المسائل السياسوية ومشاو في دي بروسيسوس كيما هكا كي المغرب ولا غيره. هل حسب رأيك ثم إمكانية لتعديل القانون أو يرفض برمته؟ هو الحقيقة القانون حب معناها يجهض قانون دستوري معناها لجنه دستوريه موجوده اللي هي الحقيقه والكرامه ولذا معناها مش تولي متناقصه معناها هذا علاش معناها ماهوش مقبول حتى من ناحيه المبدا انك مشيت في توجه معين ودسترته ثم اليوم تحب تنقذه لامر في نفس عقوب حسب اعتقادي ولذا معناها باش يصبح فيه شبهات كبرى ثم الطريقه اللي مركب بها القانون معناها وكذلك اللجنه اللي باش تتكون تقريبا من سته معناها اشخاص سته اشخاص منهم زوز منهم اثنين اي زوز هاي العداله الانتقاليه كما يحضروش حضروا مطبقا يعني اربعه يعني يكفي هم عارفين انه الاثنين اللي باش يجيو من هيئه حقيقه والكرامه ماهوش باش يحضروا اكيد معناها ولذا حضروا الباب انه يمكن معناها تبت باربعه معناها اشخاص انت كاقتصادي هل ترى وانه تونس كاني توا ان جيون اسوبي لانه مثال كي تحكي مع بعض الاشخاص يقول لك موجوده فلوس لك ثم خوف والاستثمار ماك تعرف قال داخل راس مال الجبال الفلوس هي موجوده عدة بوادر هي حتى بوادر مثلا ربما عديد الناس ما يشوفوهاش انت كي تمشي في الشارع سي سفيان وانت تتنقل مثلا وتشوف ناس تبيع في دي كوفر فور في الشارع وهذا دليل انه ثم مال معناها يتداول مالكش المال المهرب هذاك باش يتخبى. نعم شوف لي ثم ياسر فلوس لا هذا تقريبا من 10 15 سنه معناها ولذا معناها ومازال متواجد الى اليوم وربما حتى اكثر من قبل وهذا دليل معناها قاطع لكل من يفهم انه هناك معناها مال. انت كان عندك الوصفه كيفاش تعمل؟ انا بالنسبه لي هو فتح الملفات معناها بطريقه واضحه مثلا قانون 95 34 مثلا الخصخصه نتاع 217 مؤسسه. أنا نحب نقول لك في سفيان اليوم احنا في كاب يتعداو على الكاريب اللي يتعداو على الكاريب اي 200 يعني عادوا نشوفوا الكاريب اللي كان يصرف عليها سي محمد غنوشي اللي كان يصرف عليها سي محمد غنوشي رئيس حكومة رئيس حكومة سابق واللي معناها
ونقدروه في عدة جوانب، ولكن بالنسبة لك لازم تتراجع في خصخصة نتاع. والله أنا لدي مثلا بعض معناها الأمثلة، نعطيك مثلا في نابل. في نابل كانت ميزون دلارتيزانا معروفة، هي تابعة الديوان الصناعة التقليدية، وكانت معناها بحق، وأنا نعرفك شغوف معناها بالتراث التونسي لغير ذلك، كانت معناها تحيي في التراث التونسي مثلا في السيراميك، وتكون معناها في جيل بعد جيل معناها وراء بعضه. تمت الخصخصة نتاعها إلى مجموعة كبرى في تونس من غير ذكر الأسماء، واليوم عندها تقريب أكثر من هكتارين ولا 3 هكتارات بجنب المعرض نتاع تونس، مغلقة من 96 إلى يومنا هذا، وخرجوا منها 220 معناها عامل وموظف، عامل ومنساو رجال. أنا نذكر جيت النابل في 92، كنت نشوفهم معناها يخرجوا بالبسكليتات في الليل، معناها كان يعني شيء منعش بصراحة، وكانت تتخرج في حاجات واللي معناها حتى السواح كانوا شغوفين بها ياسر، لأنه معناها تحترم الألوان وخدمة على قاعدة كبيرة ياسر. أنت تعرف أنه التراث الأندلسي في نابل معناها كبير ياسر، وكذلك معناها صناعة الطلاء الخزفي والفخار، معناها التراث معناها عظيم اندثر عالمي، ولكن اندثر مع الأسف، وما عادش عندهم معناها حتى شكون باش يوثقه باش يخليه كيفاش كانوا يسخنوا معناها ويذوبوا رصاص ورملوا باش يعملوا به تلاءات الى غير ذلك. هالتراث هذا الكل مشى، والمصنع هذا اللي على الاساس في كراس الشروط انه معناها باش يصير التنميه نتاعه وباش يكبر ويتحسن، هو مغلق، وهو اليوم برنامج معناها نتاع استثمار عقاري مازال تحت الواحد، وتبعد 500 متر تلقى نفس معمل شبيهه اللي هو برناردو القديم اللي كان يصنع في الأسحنة من أصله من ليموج، واليوم كذلك. ولكن زيد تمشي لطبرقة تلقى المدرسة الكبرى نتاع السيراميك مغلقة كذلك. مادام حكيت على يعني ثم باش تولي بورتمانات تولي ديار تويكا سفيان، نقول لك رجال الأعمال المشروع الوحيد اللي نعرف فلوسه رونتابل هو الياجور. يقول لك نستثمر في الياجور، نستثمر في العقار فلوسه فيكس، والاقتصاد يملك ديما 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 موجود. علاش نقمر في اقتصاد اخر ولا في نوع من مشاريع؟ اسمح لي سي نزار هنا باش نرجع للموضوع نتاع العجز التجاري اللي نحكيوا عليه، وباش نفهموا علاش القطاعات هذه ماتت. لانه هناك موازنه انه اي صناعي باش يدخل في صناعه باش يكون معناها في منافسة مباشرة مع اتحاد أوروبي بدون أي معناها تأثير، ويصبح اليوم معناها يغامر وما يوصلش معناها باش يتمها هذه تو أيوة. نوصلوا للموضوع هذا. لا مش أما حبيت معناها باش نظهر علاش ثم عجز تجاري في القطاعات الصناعية الكل، يعني قاعدة تدهور، وهذا معناها سبب اللي خلى باش يمشيوا بالتوجه هذا ويقعدوا فيه. ثاني حاجة معاملاتنا مع الاتحاد الأوروبي، أنه باش ظهر أنه عندنا توازن ما بيناتنا الزوز، وهو في الحقيقة عندنا عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي تقريبا 7 ولا 8 مليار دينار. فوالا دونك كان معنا سي جمال الدين العويديدي اللي هو مختص ونشط سياسي مختص في الاقتصاد، والتيز نتاعو ليسونسييل وانه الارقام ثم تدليس فيها باعتبار انه عجز الميزان التجاري يوصل 21 مليار دينار، يعني ما يمسك 75% من الميزانيه و25% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين انه يحكيو كان على 13 مليار دينار، ويقول نعاودوا نشوف المنظومه هذه زياده على معناها الشركات الاجنبيه اللي يسمحوا لها باش تو 50% من مقتضاها الماليه باش تفضل سي جمال. اسمح لي دعوه برك معناها البنك المركزي باش يفتح الملف في اقرب وقت، وكذلك لوزاره التجاره انه توقف معناها المغالطه هذه لانه ما تليقش بلادي اللي دونك سي شادي العياري حل الدوسي هذا شتقول؟ ايوه فوالا سي شادي العياري زاد سفيان حكى لها حاجه مهمه. قال ثم مؤسسه امريكيه مختصه عرضت خدماتها لتونس لاسترجاع الاموال المهربه، اي جوستومون هذيك كان اللي باش ثم يصير تنسيق بين وزاره العدل والحكومه لدراسه العرض هذا. كان نخليوه للتشات شغل كان شكرا لك شكرا لك سي جمال على قبولك. مرحبا بك سي جمال، نعاودوا نستدعاوك ان شاء الله في لونتري خاطر عندك مواضيع اخرى مهمه خاصه تتعلق باتفاق شراكه مع الاتحاد الاوروبي. مادام حكيت على الصناعات ثم حاجه صناعة بالتين يظهر لي كما قلت، ان شاء الله القى المصالحه ما يزيدش التين بله. شكرا لك على الحضور، مرحبا بك، نرجع لكم شويه انت بعد وش كابافان الكلمة ليك